حبيبي صعب عليا قوي. هكلمك تاني. انت ازاي تدخل عليا من غير ما تخبط؟ ما انا قلت هاو. وبعدين انت بنت خالتي. انا غلطانه اني ما قفلتش الباب بالمفتاح، بجد حاجه تقرف. ايه يا نونا، مش طايقه مني كلمه ليه؟ مجنونه بقى اعمل ايه؟ ياه، نسيتي اللي كان بينا بالسرعه دي؟ هو ايه يا ابني اللي كان بينا؟ فتح قرا باباك وبابايا وخلاص، الاثنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله دي يا بابا، دي بدله الاسره يا ولد. انا مالي مالها؟ البسها غصب عنك يا بابا، وحشه وقديمه. انت رايح تخطب تلبس البدله دي؟ يا بابا افهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم. انا يا بابا لو فانكي، بص يا بابا السبايك، بص كل الادويه دي ما تلزمنيش. ده ابو امك ما وافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعالى اعدلك كده فتره. استنى، نفسي تبقي موجودة النهاردة. طيب وركبي اهو، رايح اخطب. وحشتيني يا زبيدة. أنا بموت يا عم هاني يا شاكر. وحشتيني يا بابا. ثانية كمان وأنا هوحشك. وحشتيني يا زبيدة. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش. الله يرحمها الله يرحمها. يا بابا هتخانق، أنت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت يا لوزة، بيت يا لوزة. أيوة يا ستي. تعالي يا بيت، إيه اللي مرمى على الأرض ده؟ دي مية يا ستي، أنا لسه مسحة. أنت إيش عرفك أنت؟ مية إيه؟ ده عمل معمول لي، امشي هتيجي شوية ملح عشان أفسده. امشي يا بيت. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. إله يخرب بيتك يا وليه يا معاطف، تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا ولي، دي خرب. هات يا بت، هات يا بت. فينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم، امسك يا بت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب، لحسن مكتب الله. امسك دماغك ده هي واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالتي؟ حبيبي ازيك يا روح، عامل ايه؟ وحشتني يا ولد. ايه يا ولد، انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه، اهي رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا واد؟ اسالي نوايا. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش، مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا، هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى، انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني، عايش لوحده يا عالم، يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيت. تعالي يا بنت، انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. ترسي عودي، حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش واكله. انت حره، ياكل على نفسه بس. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاد يا بابا؟ بس اربع عيش. انا اسف انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه، روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفتي ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10,600 جنيه، هتاكل منك حتة. الله، منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو إني ما بحبش ألبس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحارس الله. رايحة فين يا نواة؟ رايحة كوافة. في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبه ده؟ يا اخويا انا ماليش راي، الراي راي بشندي. لو وافق يبقى انا موافقه، ما وافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا لا لا، اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهيه. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقه دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح.
ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكس اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزق؟ ما الشارع واسع. هتلاقي امك اللي جايبها لك. يا راجل يا حمار. استنى عليا انا هوريك. انت رزق ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، ما الشارع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب اقل واجب لما تخش عليا الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربيه المولد اللي انت راكبها دي مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق جماعة. بابا مش عاجباك العربيه يا بابا. ما كترش في الكلام هتفتحي. اسكت انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش في الكلام. خليك بعيد عشان الجاكيت ما تتكرمش. انت لازم تتربى. وريني رخصك يا بابا تتطحن. انا تعرف تحن ايه؟ انت بتدي لك على ايه؟ تيمور يا تيمور 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 يا تيمور تيمور. انا لا كان معايا واحد صغير بس تعرف راح فين. كابي بابا بابا انت تيمور. انا للاسف تيمور يا بابا. اخبار الخاله نوسه ايه؟ من السفره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مسافره بره مصر. اه لو كانت موجوده هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بامرها. خدي ورشي شويه الميه على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. يلا مش بره. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزه؟ عامله ايه معاكي لوزه يا ست هاني؟ حلوه يا اخويا زي الفل ما تتخيرش عنك. ايش بره البيت. الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما هش هش يا ماما جايالك يا نوال. هش 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 برا 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 برا. عايزة ايه؟ مين اللي جاب بشاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا. بابا احنا هنخش الزباله دي. الزباله انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش يمكن واحد من قرايبهم. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش تسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تنزع حضرتك. الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك. انما كفى الله الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم. خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفتره. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترعه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا.
هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشندي 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 ده بركه البيت. زي ما ايه يا ابني؟ ايوه بابا عيني يا حبيبي يا ابني. انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب بترشوا ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هارب. ربك كريم هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. دول اشتم من عيني يا عم. احنا طبق فول. ايه اللي بيعمله ده؟ ما رضيتيش علينا يا هارب. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجيلك الرد. تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا يلا. يا بابا ما تتكلمش في حياتي. ولا كلمه قدام يلا. معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيت مجانين. احنا قاعده علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا باشندي؟ ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هانم. أنا قلت والله إنه لا يجوز. الولية حماتك دي دماغها ضربة. يا بابا أنا مالي ومال، أنا أتجوز بنتها. بابا إحنا بقالنا ساعة بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه أنا ومرحوم أمك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. أنا لما كنت عاوز أبسط أمك وأفرفشها وأدلعها كنت أعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور. كل يا ابني. داخل على جواز محتاج ترب عظمه. اللحمه حلوه قوي بابا. قوي. كنت بتجيبني ليه من زمان؟ هو الحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه ايه. ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ لا يا ابني، انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه بعزم نقول امها هنا؟ امها لا. نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه. انت عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحة فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. انت والله انت ما تكلم. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا يا باشا ده لحم خرفان مطبوح في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير. الحمير دي بس عاملها في الدليفري. دليفري؟ بسميكم اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل.